الإيماني فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم هداية السائل مع ضيفنا الدائم سماحة العلامة السيد ظافر الفياض الأستاذ في حوزة كربلاء المقدسة، فنرحب به سوية. السلام عليكم سيدنا وحياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مولانا. الله يسلمكم إن شاء الله. مشاهدينا الأحبة، طبعا كل ما يطرح على طاولة البرنامج من مسائل فقهية هي مطابقة لفتاوى آية الله العظمى السيد صادق الحسين الشيرازي أدام الله طلة، وكذلك بخصوص متابعينا على صفحة قناة الإمام الحسين عليه السلام عبر الفيسبوك. من الممكن مشاهدينا الكرام أنه تكون لكم مشاركات في برنامج هداية السائل، أما عن طريق الاتصال مباشرة بالبرنامج أو عن طريق رقم الواتساب الظاهر أسفل الشاشة، من الممكن أنه ترسلون رسائلكم. وبالخصوص كذلك من الممكن أنه ضمن التعليقات تخلون أسئلتكم، وإن شاء الله نكون في خدمتكم. وأما متابعي قناة الإمام الحسين عليه السلام كذلك يمكنكم المشاركة عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وإن شاء الله دائما نكون في خدمتكم. سماحة السيد، بداية الأمر إن شاء الله إحنا راح نتحدث عن موضوع فيروس كورونا. طبعا إحنا أكثر من مرة تناولنا هذا الحديث، ولكن بالآونة الأخيرة سماحة آية الله الشيخ محمد إسحاق الفياض أصدر فتوى بخصوص لبس الكمامة، وأشار على الوجوب بهذا الالتزام وهو لبس الكمامة. أسأل جنابكم، يعني عادة بالفتاوى هناك تكون يعني أسس لهذه الفتوى، هل هذا الوجوب أصبح وجوب شرعي أم وجوب عقلائي؟ بلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. فيما يخص السؤال الذي تفضلتم به، هذا الوجوب هو من قبيل الوجوب العقلي باعتبار وجوب حفظ النفس المحترمة. الإنسان يجب عليه أن يحفظ نفسه، هسه سواء من فيروس أو سواء من أي مرض آخر، أو حتى من الوقوع مثلا في مخاطر، مثلا التعرض إلى إطلاق نار مثلا، أو لأي يعني مخاطر، أي مخاطر موجودة ممكن ومحتملة. لا يجوز للإنسان عادة عقلا أن يقحم نفسه في مثل هذه المخاطر. فلذلك الوجوب الذي ذكر من قبل سماحته هو نابع من وجوب حفظ النفس، فلذلك قال واجب أو يجب لبس الكمامة أو الكفوف إلى آخره. وكل من يقلد سماحة الشيخ في هذا يلزمه تلك الفتوى، باعتبار أن التقليد التزام بفتاوى الفقيه برأي الفقيه، فيلزمهم ذلك. أحسنت، بارك الله بك. زين، ربما سائل يسأل جنابكم يقول لك يا سيدنا شنو الفرق بين أنه هذه الفتوى من جانب عقلائي أو من جانب شرعي؟ مستند الفتاوى، نعم، هي واحدة من أربع أدلة، إما من الكتاب وإما من السنة. الكتاب المقصود القرآن، يعني من آيات الله سبحانه وتعالى، أو من السنة يعني الحديث، الأحاديث الشريفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمعصومون كذلك، نعم، أو الإجماع مثلا، إجماع الفقهاء على مسألة
من المسائل يكشف هذا الإجماع عن رأي المعصوم أو عن قول المعصوم عليه السلام. والعقل هذا الدليل الأخير اللي هو العقل، ومن ضمن العقل هناك مدارك عقلية معروفة، أدلة يعني عقلية مسلمة، هذه مو فقط بس للمسلمين، لغير المسلمين. وعلى سبيل المثال مثلا الحكم بقبح الظلم مثلا، هذا الحكم مو فقط المسلمين يحكمون بذلك، بل كل ذي لب وكل ذي عقل من غير المسلمين يحكم بأن الظلم قبيح. لذلك حكم العقل حكم يشترك به جميع الناس وليس فقط المسلمين. أحسنتم. ومن ضمن الأحكام العقلية مثلا الأحكام التي يتصالح عليها أو يتسالم عليها العقلاء، إحنا نسميها بالسيرة العقلائية، يعني ما يفعله العقلاء، ما يفعله العقلاء في كل عصر من العصور وما يتسالم عليه، وفي كل علم وفي كل فن. فإذا تسالموا على شيء اعتبرنا هذا من الأحكام العقلائية التي يجب اتباعها، اللي هي من مستلزمات أيضا الحكم العقلي. فلذلك حينما يقول سماحة الشيخ أن يجب لبس الكمامة، هذا اللي بالأساس لوجوب حفظ النفس المحترمة، هذا الوجوب هو اللي على أساسه يقول بي يجب لبس الكمامة. أحسنتم. زين إذا سمحت لي سماحة السيد، يعني هل الأعراف الاجتماعية من اليوم يصبح عرف أنه لبس الكمامة أو الوقاية، هل يعني الأعراف الاجتماعية أنه تكون الأشخاص يكونون ملزمين بهذه الأعراف الاجتماعية؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الأعراف الاجتماعية أوضاع، يعني أشياء وضعها العرف لأجل تيسير وتسيير بالحقيقة أعمال اليومية، لذلك يضع قوانين وأعراف لربما يمكن أن تكون مسايرة للشرع أو مثل أحكام الشرع، ولربما تخالفها، تخالف الشرع وتخالف سيرة المتشرعين وسيرة العقلاء. فلذلك الأعراف مو دائما تتبع، الأعراف التي تتبع هي ما توافقت مع الشرع، هذه هي الأعراف التي تتبع. أما الأعراف الأخرى التي تكون مغايرة للشرع لا يجوز اتباعها أصلا. أحسنت، بارك الله بيك. طبعا سماحة السيد خلي أخذ الأسئلة التي وصلت إلى برنامج داية السائل وعلى الواتساب طبعا تحديدا. هناك عدة أسئلة، منها إذا الشخص يريد يصلي صلاة الوحشة وما يعرف آية الكرسي يصير يقرأ سورة التوحيد؟ أهلي بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، إذا كان بإمكانه أن يتعلم، يتعلم خوب البداية أو يحفظها أو يقرأها من القرآن مباشرة، وإذا تعذر كل ذلك يقدر يقرأ، يقدر أن يصلي ركعتين مثل صلاة الصبح بنفس النية. أحسن. يعني بنفس المقصود، بنفس نية صلاة الوحشة باعتبارها أنها من الصلوات المستحبة. إنزين. كذلك هناك يعني سؤال يطرح، هل من الممكن أنه شخص يقضي صلاة الوحشة؟ صلوات المستحبة. نعم. إحنا عندنا مسألة القضاء، يعني اقضي ما فات كما فات، هذا القدر المسلم به هو الصلوات الواجبة. نعم. التي تقضى، أما المستحبة لا، مو شرط أن تقضى. أحسنتم. كذلك بخصوص صلاة الليل، هل يعني من الممكن أنه المكلف يصلي صلاة الليل ساعة ب 11؟ إذا كانت هذه ساعة ب 11 هي ما بعد منتصف الليل، نعم. مزير. لأن باعتبار أن منتصف الليل الشرعي لربما يتقدم من على هذا الوقت، ولربما يرجع على هذا الوقت. نعم. فإذا كان هذه ساعة 11 هي من ضمن منتصف الليل أو ما بعد منتصف الليل، لأن هو صلاة الليل الأفضل الأوقات إلها ما قربت من الصبح، والمعلوم أن صلاة الليل تصلى
بعد بعد منتصف الليل. قبل منتصف الليل إذا كان خاف يخاف أنه ما يصليها أو تأخذ نومة مثلا أو لأي مثلا سبب من الأسباب وهو مثلا ملتزم هاي الصلاة أو يريد يصليها، فنعم يجوز لأنه قبل منتصف الليل، بس هو أفضل الأوقات أو وقتها بعد منتصف الليل، وأفضل الأوقات ما تكون قريبة من صلاة الصبح. أحسنتم، بارك الله بك. كذلك هناك سؤال آخر سماحة السيد بخصوص هل يجوز الإطالة في السجود والتسبيح في الركوع أثناء الصلاة وما حكمه؟ عندنا الأخ فلاح من الناصرية، طبعا هذا السؤال للأخ فلاح. الإطالة إذا كانت هذه الإطالة تخرج المصلي، إذا كانت الإطالة تخرج المصلي من الصلاة أو تمحو صورة الصلاة، في هذه الحالة تكون مبطلة للصلاة. يعني آلية الإطالة، وطبعا لابد راح يكون هذا الكلام اللي راح إذا تسمح لي سماحة السيد، يعني هذا الكلام اللي راح يقولون أو هو الأخ السائل اللي راح يذكر في السجود أو بدنا التسبيح، أكيد هو من الكتب الشريفة المعتبرة، فليش راح تبطل هذه الصلاة؟ إذا قلنا أن هذه الإطالة سببت محو صورة الصلاة، نعم تكون مبطلة لأنها محت صورة الصلاة. وكل فعل يمحى به صورة الصلاة تكون مبطلة للصلاة. فإذا هي صلاة 5 دقائق ويسجد نص ساعة، فأي واحد يمر لما يبايع يقول هذا ساجد، بس ما يقول هذا مصلي. فلذلك هي صورة الصلاة إذا محيت بطلت الصلاة. أحسنت، بارك الله بك على هذا التوضيح. كذلك هناك سؤال آخر سماحة السيد بخصوص هل يجوز إعطاء الرصيد الموبايل بالدين؟ لا، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا السؤال مر علينا أكثر من يعني من مرة وجاوبنا عليه، وقلنا أن الرصيد إذا كان المقصود به الفلوس، يعني المقصد في البيع والشراء هو الفلوس، نعم في هذه الحالة لا يجوز إعطاءه بالدين، باعتبار أنه هذه قرض أو دين بالفائد بالزيادة، وهذا ربا. أما إذا كان المقصود وحدات إلكترونية تسمح لك في أن تتصل، وحينما تنتهي هذه الوحدات، يعني معناها حينما نقول انتهى رصيدك، يعني تنتهي قابليتك من الاتصال بالآخرين، إذا كان هذا المقصود نعم يجوز حينئذ إعطائه بالدين، باعتباره مو فلوس، باعتباره شيء آخر. أنت دا تشتري وحدات أو تشتري كارت مثلا. لذلك أعيد وأقول إنه إذا كان مقصودك إنه أنت تداين الفلوس أو تشتري ما موجود في هذه البطاقة كمبلغ كفلوس، حينئذ ممكن أنه يكون في هذه الحالة ربا، حين يعني يتحقق بها الربا حقيقة. أحسنت، هذا إذا بالدين. أما إذا بيع وشراء، لا، إذا بيع وشراء هم أيضا مشكلة، لأن باعتبار أن ما فيها من رصيد، هل هو بالدينار العراقي، هل هو بالدولار، فإذا كان دولار لازم كنت تشتريها بمثلها دولار، وإذا كان دينار لازم تشتريها بمثلها دينار. أحسن، لاحظتوا، واضح. طبعاً كذلك ربما أكو فد مسألة سماحة السيد، أنه أحد الشركات الاتصالات الموجودة في العراق أنه هي تنطي قرض للمشترك أو المستخدم، وهذا القرض هو قيمته 1000 دينار، ولكن عند يعني بعد ما يعبي رصيد راح يستقطعون من عنده 1500 أو 1400، يعني نعم يأخذون فائدة بهذا القرض، ما حكم هذه الصورة؟ هم أيضا كاتبين، أنا أيضا شفتها بالموبايل، كاتبين أجرة التحويل، لو ما كاتبين هاي العبارة كان هذا ربا أيضا، ولكن هم كاتبين هاي العبارة، فهاي العبارة عبارة عن أجرة. نعم، أجرة التحويل ما لا بأس بها، لأن هاي أجرة لتحويل هذا المبلغ إليك. نعم، أي
فلذلك هم يكتبون أجرة التحويل أو استقطاع مبلغ 150 أو كذا أو 100 أو أي مثلا مبلغ معين أجرة لتحويل هذا المال أو لهذه الخدمة اللي احنا طيناك إياها. أما لو ما كاتبين هاي العبارة يعني معناها أنه يأخذون فائدة على القرض، والفائدة على القرض ربا. أحسنت، بارك الله بك. كذلك سماحة السيد لك سؤال آخر، هل صحيح من يظهر عندما يظهر الإمام الحجة المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف سوف تكون أو سوف يكون الدين واحد وهو دين الإسلام، والعالم كله راح يصير كله تحت سيطرة الإمام، وهل تبقى اسم الدول كما هي أو وإنما تتغير أسماء الدول وتكون اسمها دولة الإمام المهدي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا وإن كان السؤال ليس بسؤال فقهي، أحسنت، لربما عقائدي، ولكن إن شاء الله إحنا وياكم ويا المشاهدين الكرام إن شاء الله نبلغ هذه الدولة الكريمة دولة العدل الإلهي، ونكون ناس مواطنين أيضا في هذه الدولة الكريمة. هذه أمنية كل إنسان مؤمن حقيقة. ولكن حينما نتلمس في الروايات عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، نعم يكون الدين كله لله، أما مسميات هذا مسيحي هذا يهودي هذا هندوسي هذا كذا هذا بوذي، هذه كلها تروح، لأن كل الناس أو كل البشر أو أغلب البشر، ما نقول كل يعني على نحو الكلية المطلقة، وإنما أغلب البشر راح يكونون على الديانة الإسلامية. نعم بعض البشر، بعض البشر اللي في زمانه عجل الله تعالى فرجه الشريف يقاتلوا، وهذا دليل على أنهم ليسوا على دينه بل على دين آخر، أو لربما هم مو دينيين أصلا وليسوا على دين. فلذلك نعم أغلب البشر يكونون على الديانة الإسلامية. أما مسألة الأسامي، أسامي الدول وغيرها وكذا، نعم تبقى هذه الأسامي باعتبارها هي أسماء أماكن، وأسماء الأماكن لا تتغير بتغير يعني الأحوال، أحوال البشر وغيرها. فمثلا على سبيل المثال أوروبا، أوروبا من زمان 1000 سنة هي اسمها أوروبا، تغيرت شعوب وتغيرت أوطان، وتغير عندنا الأوطان أيضا، وراحت دولة وإجت دولة وهي هذه القارة هي اسمها أوروبا وما زال اسمها أوروبا، ولربما حتى في زمان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أيضا تبقى أوروبا، لأن هاي أسامي أماكن، وأسماء الأماكن البشر العقلاء يستدلون بها على المكان، يعني مثل ما واحد اسمه مثلا سيد بهاء، السيد الجليل اللي الآن أمامي اسمه سيد بهاء، ليش يغير اسمه؟ أحسن. فلذلك اسم المكان أيضا، كربلاء تبقى اسمها كربلاء، النجف يبقى اسمها نجف، أوروبا تبقى اسمها أوروبا، باعتبار أنها دلائل على الأماكن. فلم عندما يكون الظهور المقدس عجل الله تعالى فرجه الشريف للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، حينئذ تبقى هذه الأسماء لأنها استدلالية على المكان. أحسنت، بارك الله بك. كذلك هناك سؤال آخر سماحة السيد، إذا واحد يقرأ القرآن ولكن هناك بعض الكلمات الصعبة عليه، فما حكم قراءة هذه الكلمات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا المفروض أن يتعلمها، يتعلم هذه الكلمات الصعبة كيف يتلفظها ويتعلم معناها، أو اللفظ القريب من لفظها يعني بس بدون خطأ، لا يكون هناك خطأ مثلا في التشكيل أو في النحو أو في النطق أو غيرها. فإذا تعلمها بها ونعمة لا بأس بذلك، أما إذا ما قدر يتعلمها فليستمع لها، يعني يسجلها واحد بنطق يعني سليم ويستمع إلى هذه اللفظة، أو يستمع إلى الآيات القرآنية من المقرئين، يعني من القراء القرآن اللي
عندهم جودة في القراءة ويستمع لهم. ثواب الاستماع كثواب القراءة. أحسنت. كذلك سماحة السيد هناك سؤال حول كلمة الكلمة الذي أو التي يقولها المريض آه والكلمة آمين، هل هي بالفعل أنه يعني مشتقة أو بمعنى هي اسم الله عز وجل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا، آه هذه جاية من التأوه، فهي كلمة يعني وضعت لمعنى التأوه، آه، أما أنها تعني الله لا. يعني هذا هو كما هو مقصد المريض. إحنا إذا قال آه لازم نقول له شنو مقصدك من آه؟ آه للتأوه لو آه الله؟ وهذا غالبا المرضى بعيد عن أذهانهم أنه يعني بكلمة آه يعني الله، هذه بعيدة عن ذهن المريض. هو بأحال الآن، هو رجال مسخن، لو عنده كورونا، لو عنده فشي وكذا، فهو لما يقول آه أو آخ أو أي نوع أو أي كلمة تدل على التوجع أو على التأوه، هو هذا غالبا هي يقصد هذا المعنى، ما يقصد معنى آخر. أما كلمة آمين فهي بمعنى استجب، هذا هو معناها في اللغة وما موجودة بالقرآنية بالأساس. أحسنت. كذلك سماحة السيد، ما حكم سرقة الصفحات المواقع التواصل الاجتماعي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كانت هذه الصفحات الإلكترونية لها ملكية عقلائية، يعني بالإمكان بيعها شراؤها، حقوق مثلا، حق بث، حق صحافة، حق مسجل مثلا إلى آخره، نعم، إذا كان موجود مثل هكذا حق، نعم، حينئذ تعد من السرقات وشرعا لا يجوز سرقة هذه الصفحات. أحسنت. كذلك هناك سؤال آخر، امرأة لا تريد الزواج أو لا تريد أن تتزوج، فهل هذا حرام أم لا، وما هي نصيحتكم لها؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون المرء أعزب في جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك أهل البيت عليهم الصلاة والسلام نهوا المؤمنين أن يكونوا عزاب أو أن لا يتزوجوا. بالعكس، هناك عندنا روايات كثيرة تحث على الزواج وتحض المؤمنين والمؤمنات على أن يخطوا هذه الخطوة الجبارة حقيقة في تكوين أسرة وتأسيس أسرة مؤمنة ممكن أن تنجب الناس اللي ممكن يواصلون مسيرة الإيمان من بعدهم. نعم. يعني هذه المسألة مسألة واضحة جدا، وفي كثير من الأحاديث عن رسول الله. على سبيل المثال، في حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها أيضا تذكر العلة من ذلك، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تناكحوا وتناسلوا، طبعا تناكحوا بالمقصود بها يعني تزوجوا، عقدوا، نعم، عقدة النكاح، تناكحوا وتناسلوا حتى أباهي بكم الأمم يوم القيامة. فيها علة يعني من وراء هذا الحظ والحث والدفع للمؤمنين على تكوين الأسرة والزواج، وخصوصا الزواج المبكر. طبعا الآن في هذه الأزمنة أصبح الزواج المبكر وكأنها سبة يسب فيها الناس. أحسنت. إذا قلت الزواج مبكر مباشرة يقولوا لك أنت معاقل، أنت ما تفتهم إلى آخره، مع العلم أن من نادى بالزواج المبكر هو نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، ولحكمة طبعا. ولكن يقول لك يعني سماحة السيد، يقولون يعني الظروف غير ظروف اليوم، إحنا يعني شددنا الظروف على أنفسنا، وإلا هي الإسلام قوانينه واضحة. سيد، إحنا شددنا هذه الظروف على أنفسنا لما خلينا الزواج عبارة عن مسألة معقدة،
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على منبر صلاة على منبر المسجد المدينة صعد خطيبا وذكر جملة من الأشياء فسئل ومن ضمنها مسألة المهور والزواج وغيرها، فقيل له يا رسول الله لما قلت ذلك؟ قال حتى يتضع الزواج. يتضع يعني يصير أحقر شيء بالوجود، يعني مثل شربة الماء. شلون سهل مثل شربة الماء؟ فيكون سهل، احنا عقدنا على أنفسنا وسويناها مسألة معقدة جبارة يحتاج إلى تخطيط، ولربما يصل الأمر إلى تخطيط عسكري. يعني لازم يكون يجي واحد لواء من ثكنة عسكرية حتى يخطط إلى زواج. إذا وصل الأمر بهذه الصعوبة فشلون تلقى الناس تتقبل أنه تقول لها زواج مبكر أو زوجوا ابنكم وهو عمره 15 زين. سنة أو 16 سنة ما يتقبلوها مولانا، لأنه عقدوا هذا الأمر على أنفسهم. مو هذه الصعوبة ناتجة عن أول شيء أعراف وتقاليد، والشيء الآخر سلوكيات يا سيدنا. السلوكيات بسبب السلوكيات اليوم تشوف أعداد المطلقات في المحاكم بأعداد خيالية. طبعا مثل ما الأخت سائلة بخصوص أنه هي رافضة الزواج، لابد أنه هي ما عندها اطمئنان للزواج. مو فقط هذه المسألة تفضلت بها يعني أنه ما عندها اطمئنان، وإنما زرع الخوف في قلب الامرأة أو في قلب البنت من الزواج، فلذلك هي مرتعبة، هي الآن في رعب. إذا واحد قال لها يا با جاج خطيب جاج رجال يخطبك، تدخل المرأة في مأساة حقيقة، مأساة حقيقية. نعم. لأنها تدخلوها في رعب. واحدة مثلا تقول لها على مشاريع، واحدة الثانية تقول لها لا شنو هذا، من تعرفوه، من عرفتوه، شنو واكلتوه، عاشرتوه، ما أدري شنو، شلون تطوه، من هالقبيل. هذا ما يأخذون أقوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أنه من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فقط بس ذني المسألتين. بينما الآن الامرأة إذا جاءها واحد بهالمواصفات هذه مباشرة يدخل النساء، خالاتها، عماتها، خواتها، جيرانها، صديقاتها، كل واحدة تطي شنو؟ تطي رأي. زين، وهذا الآراء كلها مخالفة للشرع الإسلامي. هاش عنده بيت، ما عنده بيت، عنده عيال، ها راح السكنين ويا العيال، راح العمة هيك تقول ليش هيك راح يعني يخططوا لها مال فشهرين ثلاثة لقدام، وبعدين آخر شيء يقولوا لها راح تطلقين من عنده. لما تشوف هاي السيناريو هذا الفظيع قدامها، اعتيادي هاي راح تدخل في نوبة من الهلع والرعب من مسألة الزواج حقيقة. لكن لو رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال من ترضون دينه وخلقه، وكون نعرف شنو معنى الدين وشنو معنى الخلق، لأن ذني الثنين ما يبارحن وحدة الأخرى، ذني ملتصقات. ماكو واحد عنده دين بس ما عنده خلق، وماكو واحد عنده خلق ما عنده دين، ذني اثنيناتهن لسيقات بعضهن ببعض. فإذا واحد عنده دين يعني عنده خلق، لابد أن يكون عنده خلق، وإلا إذا ما كان عنده خلق يعني هذا أوتوماتيكيا ما عنده دين، لأنه الدين هو الأخلاق، والأخلاق اللي عنده أخلاق حميدة هذا إذن هذا إنسان ذو دين. أي مو أكو أنا ما أريد أتكلم على يعني أهل الدين، ولكن يعني بخصوص لأن أكو بعض للأسف شوهوا صورة الدين أنه هو تلقاه يعني قليلين، طبعا دولة ما أريد أتكلم بالعمومية، بالقلة، أنه تلقاه مؤمن أمام الناس ملتزم صلاته ملتزم صيامه، ولكن شالع قلب أهله، شارع قلب زوجته، الناس تطلب فلوس يأخذ من هذا ويطل هذا ويعني ويسوي. قولتنا إحنا يشبك لحية بلحية. تمام، وهذا موجود. زين. هذا مو بعيد، يعني هذا مجتمعنا موجود به، بس ذولا أدعياء الدين. زين. الدين الحقيقي اللي تلقاه عند واحد من الناس هو لما تلقاه يتعامل مع الآخرين بأخلاق. زين. إذن هذا هو صاحب الدين.
هسا مو لازم انه القى اول واحد او اول سطر مثلا بصلاة الجماعة، مو شرط. جائز مثلا عند عمل فيصلي في مكانه في عمله، او جائز عند مثلا فد عارض معين مثلا يمنع من انه يروح الى مسجد ويراوي الناس انه نيابة انا دا اصلي مثلا. وعكس هذه اللي هو مو اهلا للدين، تلقاه اول واحد بصلاة الجماعة ولكن لما يطلع خارج المسجد تلقاه يتعامل بالربا زين، ولا يقيل الناس، وشك موبقة يفعلها مع الناس بحجة شنو؟ أنه يبيع ويشتري مثلا على سبيل المثال. أحسن. هذا إذن هذا صاحب دين؟ لا، هذا مو صاحب دين حتى لو تلقى إمام جماعة. أحسنت. كذلك هسه حاليا الأخت صاحبة السؤال اللي أشارت إلى موضوع هي رافضة الزواج تطلب منكم، حاليا دزت رسالة تطلب منكم توجيه ونصيحة. بسم الله الرحمن الرحيم، ولو احنا لربما دوخناها احنا بكلامنا هذا. نعم. ولكن انا نصيحتي لكل بنت هو ان تتبع وصايا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في مساله الزواج واختيار الزوج المناسب، لان مساله الاختيار مهمه جدا، سواء من الزوج لزوجته او من الزوجه إلى زوجها. الزوجة تختار زوجها بهذين الوصفين اللي ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اللي هي الدين والأخلاق، ذن الثنين. إذا ضمنت ذن الثنين يعني ضمنت أسرة متماسكة وحياة سعيدة إلى ما شاء الله. أما الرجل فهو يضمن بالمرأة دينها فقط، ما يحتاج أكثر من هذا، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إحدى الروايات يقول أو هكذا هي بمضمونها وليس بألفاظها، يعني من أراد المرأة لجمالها فله جمالها، ومن أراد المرأة لمالها فله مالها، وإن أراد المرأة لدينها جمع الله له الجمال والمال. فإذا احنا اتبعنا وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحالة، يعني بالتعبير الدارج العامي، يكون راسنا بارد ونضمن ما يكون في المستقبل. أحسن، بارك الله بك. كذلك هناك سؤال آخر سماحة السيد، ما هي عدد الرضعات التي تنشأ أو تنشر الحرمة؟ أهلي بسم الله الرحمن الرحيم، 15 رضعة متوالية. نعم. في يوم والليلة، وما ينبت اللحم ويشد العظم 15. زين، ذني بعض الأحيان يكون به انفصل، إذا فصل، إذا مثلا يعني ارتضع الرضيع من مرضعة. نعم. والفصل يعني أكل مثلا ما بين الرضعات، تبطل الرضعات القديمة، يعني إذا ارتضع مثلا 3 رضعات 5 رضعات 10 رضعات وراح أكل هذا الرضيع أو وكلوه. نعم. مثلا فبطلت القديمة فتستأنف من جديد. أحسن، بارك الله بك. كذلك هناك سؤال آخر سماحة السيد، أحد الأخوات تقول كنت أجهل وجوب تغطية القدمين في الصلاة، فتكون الملابس الصلاة قصيرة تظهر ما فوق القدم بخمسة أصابع، هل صحيح أن صلاتي السابقة جميعها باطلة؟ مقلدة سماحة السيد علي السيستاني أطال الله في عمره. بسم الله الرحمن الرحيم، لا يجب الإعادة، إعادة الصلاة في هذه الحالة. زين، لأن دائما هو المعروف أنه لازم الرجلين يعني شادر الصلاة لازم يكون طويل. بس يعني مو وجوب تغطية القدمين، وإنما من الأفضل أن تغطي القدمين. من الأفضل. أحسنت. كذلك هناك سؤال آخر سماحة السيد بخصوص القضاء ما في الذمة، كيف للمكلف أن يقضي ما في ذمته؟ طبعا هذا سؤال أكثر من مرة طرحناه ولكن بالإعادة إفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا أول شيء في قضاء ما فات الإنسان من فرائض سواء كان صلاة أو صيام مثلا،
أن يقضي هذه ما فاته كما فات عينا. يعني مثلا في أثناء السفر لو فاتته صلاة الظهر والعصر ما صلاها، فإذا رجع إلى أهله ينبغي أن يصلي صلاة الظهر والعصر كما فاتته. شلون فاتته؟ فاتته قصرا عند أهله وبيته وبغرفة نومه، أيضا يصليهن قصر، اثنين لصلاة الظهر واثنين لصلاة العصر. اقضي ما فات كما فات، هذه أول مسألة. ثاني مسألة أنه حينما يريد أن يقضي الصلاة أو أن يقضي الصوم مثلا، أن يعين ما فاته. ينبغي أن يعين شنو هي الفوائت اللي فاتتها، مو هكذا رجما بالغيب. لازم يقول مثلا أنا فاتتني مثلا أيام، يوم يومين ثلاثة أربعة من الأيام مثلا فاتتني ما صليت بهين، كنت مريض أو مثلا مغمى عليه أو إلى آخره مثلا من الأسباب، فممكن يعين أول مرة. ثالثا وهو الأهم، أن يعقد النية على قضاء ما فاته من الصلوات ومن الصيام، ويبادر إلى القضاء بأن يعقد مجلس القضاء، مجلس قضاء الفوائت، وينصب مثلا سجادته في مكان طاهر نظيف كذا، ويبدأ بالقضاء، يأذن لمجلس الصلاة ثم يقيم لكل صلاة إقامة. نعم. وبعد ذلك يصلي يوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث حتى ينتهي من كل الفوائد. أما الصيام فعليه أن يتبع القوانين والأنظمة التي وضعت لقضاء الصيام، لأنه القضاء لابد أن يكون من نهاية رمضان اللي فاتت فيه الأيام إلى رمضان الثاني وليس أكثر من ذلك. لازم يكون في هذه الوقت هو اللي يقضي به. أحسنتم، شكرا لكم سماحة السيد ظافر الفياض الأستاذ في حوزة كربلاء المقدسة، بارك الله بكم سيدنا واللهم يحفظك ويطول عمرك أجمعين إن شاء الله. جزاك الله خير. شاهدين الأحبة، وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة، وإن شاء الله نلتقيكم في الحلقات القادمة، وآخر دعوانا اللهم عجل لوليك الفرج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى اللقاء. فتفقهوا في شرات الديان، الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن.